من فريق الأحياء في الانبياد، استمرت في الفريق من 4 سنين. الحمد لله بمثل إن شاء الله هذه السنة المملكة، وحتكون أول تمثيل حضوري لنا في الأولمبيادات. راح يكون تمثيل في ألمانيا إن شاء الله، وحيكون بدايتها من 8 جولاي إلى 18 جولاي. هذه مسابقة الأحياء الدولية يتنافس فيها الطلاب، بحيث نحل من عدد كبير مسائل، نحل مشاكل تكون في غالبا تكون مرتبطة بأحياء، في بأبحاث الأحياء أو دراسات. نحل هذه، نحاول نجاوب على هذه الأسئلة بأكبر قدر ممكن في أقصر وقت. طيب بدايتي كانت ممكن تقدر تقول من الروضة. هو شوية مبالغ الموضوع، بس فعلا الروضة اللي كنت دخلت فيها كانت يعني المدرسة متفردة بمنهجها، حتى يعني كانوا يجيبونا أشياء إكسترا وإضافية، ويصير يعني يدرسونا مناهج علوم حتى وإحنا يعني لسه في بداية الصغر. كانوا يسوون كثير من الأنشطة بحيث إنه خلي الشيء هذا شغف في العلوم يستمر. فكنت أدور لما في موهبة، أدور على موهوب صح، لما جيت أشارك كنت أدور على متخصص في العلوم. وأول ما فتح تخصص الأحياء يعني انتهزت فرصة، يعني كنت في السيارة حتى وشفت الإعلان ورحت دخلت وسجلت. يعني كان على طول اللي دحن جاء وقتي أشارك، يعني عشان حسيت إنه خلاص هذا التخصص إن شاء الله استمر عليه. بالنسبة يعني التسجيل ما دربت قبله يعني ولا حتى بعد، لكن أول ما بدأ الدورات الأساسية اللي هي بعد اختبار مسابقة موهوب تبدأ تصير تصنف من طلاب الأولمبياد خلاص، فتروح تخوض من الدورات الأساسية. في الدورات الأساسية بدأت أدرس يعني وأشد حالي، يعني سهر الليالي وكذا، يعني خلاص بدأ من وقتها يعني أكثر ما يمدينا. يعني إحنا أصلا في الأحياء ما عندنا ميدالية، عندنا شهادات تقدير يعني الحمد لله، بس حتى كان يعني عن بعد. فالطموح إنه إحنا نجيب ميدالية، ويعني أكيد واحد ما يبخل الذهبية. يعني من أكبر الأشياء اللي حفزتني وساعدتني هي مشهد كان مر علي وإحنا في سكن الطالبات. كان في مسابقة تعلن نتائجها لزملاء هذول الطالبات، وكان كل ما يطلع اسم أحد الجميع يفرح، الجميع صرخ، كل السكن مليان صرخات ومليان فرحة. فكان من جد مشهد كنت يعني أنا بمر فيه وبكون من الناس اللي الناس يعني إذا أقولها كذا.